فماذا عن أحوال الطقس هنا بشمال بالعاصمة؟ للمزيد من التفاصيل نربط الاتصال المباشر بزميلة هناء خواطرية. صباح الخير هناء. صباح الخير، صباح نعم الخير تفضلي، عليك، يعني أحوال صباح الخير الطقس لكم عندك. مشاهدينا الكرام. نعم، أحوال الطقس هنا، خاصة أنه شوفوا نعم، أنه أجواء درجة حارة هنا الرطوبة عقيلة، مرتفعة. بالفعل الأجواء حارة هنا عكس ربما الأجواء عندك داخل الأستوديو، أكيد. رطوبة مرتفعة تتعدى 80% هنا بالجزائر العاصمة، حتى على أغلب السواحل الوطنية. لاحظنا أنه في هذه الأيامات راو فيه نشريات خاصة تحذر من أمطار رعدية موسمية تبقى تخص أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهجار والتاسلي حتى على أدرار وتمن راس. نذكر فقط أنه هذه الأمطار موسمية، خاصة أنه رانا في شهر أوت، معروفة أنه تمن راس تكون فيها بعض الأمطار الرعدية، وحتى فيما يخص المناطق الشمالية الداخلية الشرقية هي الأخرى راهي معنية أكثر بالأمطار الرعدية. البارح كانت فيها أمطار معتبرة على السواحل الشرقية حتى على المناطق الداخلية الشرقية. تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب المناطق الشمالية للوطن خاصة الداخلية، ما تتعداش 39 درجة على بوسعادة، كذلك الغواط، بسكرة وأفلو. المناطق الداخلية الغربية والشرقية هي الأخرى دائما فيها درجات حرارة مرتفعة، خاصة على منطقة شلف تتعدى 35 درجة. هنا بالجزائر العاصمة 32 درجة، حتى على وهران عين تيموشن تمستغانم، كذلك على عنابة. ومن المرتقب أنه تبقى هذه الوضعية الجوية تخص أغلب المناطق الشمالية للوطن خلال الأيام القادمة، بعض الأمطار، درجات الحرارة مرتفعة، وكذلك أمطار رعدية تبقى تميز دائما أقصى الجنوب الجزائري، بخصوص حالة البحر يبقى دائما هادئ على طول الشريط الساحلي. حركة الرياح يعني دائما تكون معتدلة، ما تتعدى سرعتها 30 كيلومتر في الساعة، وعلو الموجة أيضا راح يكون أقل من المتر الواحد. حرارة مياه البحر راح تلحق حتى 27 درجة، إذا مياه البحر راح تكون معتدلة. إذا هذا ما لدي لحد الساعة بخصوص الوضعية الجوية، وأكيد أكثر تفاصيل راح تكون في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. عودة لك عقيلة. شكرا لك زميلة هناء خواطرية. إذا مش